انت يا برج الجوزاء في الورد، انت شكلك في حواليك ناس كتير، وانت عمالك بتظهر نفسك لحتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك، وكمان انت عندك شيء انهيته وبدأت، يا اما انهيت علاقة وابتدأت علاقة جديدة، او انهيت موضوع عمل وابتدأت في عمل تاني. كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور ومرموق وجميل جدا وجذاب، وانت طبعا يا برج الجوزاء جذاب جدا، لكنك انت بتحب انك تظهر التفاصيل هاي، او انت في الطاقة تاعتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك، مش شرط لعلاقات، للاصدقاء، للمقربين. واحتمال انك انت انهيت شيء وانت حابب تبدأ من داخلك شيء جديد، انت كأنك انوجعت بما فيه الكفاية وحابب تبلش عالم اخر غير العالم الماضي، فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا فاجأك برسالة وهرب، فأنت عشان هيك قررت إنه خلص تنهي هذا الألم. أنت في نهاية الألم وبداية جديدة عندك، وأنت شفت هذا الشخص يمكن متسرع، غضوب ومتهور نوعا ما، وأنت شايفه إنه يعني كلامه مش مطابق لمشاعره، يعني أنت يمكن بيجي بيحكي لك كلام غير عن مشاعره، او احساسك انت حس انه مشاعره غير والكلام اللي بيعطيك اياه غير. وانت شفت انه ايام بعت لك رسالة يمكن على الانترنت، بعت لك رسالة سريعة وهرب. خلينا نشوف هذا الشخص شو الهايرفنت. و الشخص هذا يمكن في زواج، يمكن هذا الشخص مشهور على السوشيال، او شخص حاليا بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او ينشر مجلات، ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيئم يمكن امام جامع، يمكن بيئم بالناس وبيعطيهم نصائح وارشادات، واحتمال هذا الشخص هو في خطوبة او في زواج جديد، يعني اعلن زواجه جديد او في خطوبة، وهو شاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب، وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل لك شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت بدك تفوت علاقة، لا، هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك، يعني مش انه بدك تفوت علاقات، لا، انت بدك تحاول انك تكون مشهور. هو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منكم، يعني اذا كان هذا الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بيتمنى انه يرتبط فيكم، لانه هو متجه عليكم، وهون نفس الشيء هو متجه، لانه هو في طاقة الفايف اوف بنتكل في الوجع، وفي احساسه بانه انخدم، واحساس انه هو طلع من هاي العلاقة او ايا كان، اذا كان في بينكم انفصال، اذا ما كان في الشخص تعبان جدا وطاقته كلها احزان، وهو احساسه بالالم والغدر، ومش شرط ان تكون انت يا برج الجوزاء غدرته، طبعا يمكن احساسه من الناس اللي حواليه، ويمكن هو كان عنده خسارة مادية، مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرته او انت عملت له اشي. احتمال للبعض منكم، واحتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك، بكامل ارادتك، يعني لانه الشخص في الحالة هي لانه فيه هو في توتر في انفصال، فاكيد راح يكون الانفصال اما انفصال علاقة، فهو حاسس انه انت انفصلت عنه نهائيا، او الانفصال جاء من اتجاهك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاهه للبعض منكم طبعا. واذا هو انفصل عنكم فهو تعبان وحاسس بالاسى وبالالم وحاسس بفقدانك، وعفكرة هذا الشخص
هو مفتقدكم. مع انه طاقته هون الهارفنت هذا احساسه تجاهكم. هون مبين عندي انه هو اللي طلع من العلاقه. بس خليني اشوف شوي عشان اتاكد. واخد لكم كروت رومانس. هو انقطع، هو زعلان عشانكم لانه انتوا انفصلتوا عن بعض، لانه كان احساس ان انتوا بتشبهوا بعض كتير، وانت السميت او الشخص اللي بتشبهه بالضبط. انت الشخص اللي بتشبهه، انت مراية له لهذا الشخص، لهيك هو مفتقدك. على فكرة هذا الشخص مفتقدك جدا جدا، وهو بحاول او هو شايفك انه انت انفصلت عنه بسبب انشغاله عنك. انت كنت مثلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وبالاحداث اللي بتصير عندك، وهو كان مطنش وهو ندمان على هذا الشيء. طب خليني اشوف الرومانس شو بدهم يحكوا لنا. عفوا يا جماعة، بس كان ابني صغير قاعد هون بشقيتي. خلينا نكمل قراءة. كنا بدنا نطول الرومانس ونشوف شو وضعكم. كل الجوزاء شكل الانفصال متأثر بحياتك المادية. شكلك انت بتحاول انك انت تبدأ بمشروع جديد، لانك يعني انت شايف انه حياتك لازم تبلش بمشروع مش بعاطفة، وكأنك انت بدك تطلع من كل العواطف والعلاقات. لاني انا شايف برضه هون طاقتك انه يعني مش احساس مشاعر انه انت متلهف للشخص، او لا انت شايفه كشخصية ثرثارة وشخص مثلا بيتكلم يعني بيحكي كتير وبيختفي بيروح، او اختفى ومثلا ما عاود رجع، او اجى انهى العلاقة وروح. فانت صرت بدك تطلع من هاي القيود وتهتم في مادياتك، لانك انت بتعاني وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. كمان هذا الشخص صار عنده برضه، للبعض منكم صار عنده الوضع المالي، صار عنده خسارة في وضعه المالي، لهيك عنده صار اتطور انهيار مادي. يمكن للبعض منكم احتمال انه يكون هذا الشخص بيعاني من وضع مادي سيء. طيب هات سلمي. Yes, this is your soulmate. هذا الشخص توأم روح. طيب وانا قلت لكم انه لحظة اشوف انه هو حاس انه انت soulmate، وحكيت لكم انه هو حاس انه انت soulmate، او كانوا هون الكروت، هو حاس انك انت كنت انت شخص soulmate تبعه. طيب شو مشاعره اتجاهك؟ هو بحاول يتشافى وبحاول يوازن ويزبط نفسه من ناحيتها، لانه بسبب انه هو شاف انه هاي العلاقه انحط لها حدود او بلشت الحدود تعلى فيها، فهو شاف انه هو لازم يتوازن، لانه هو محتاج للشفاء، لانه هو بمر في مرحله داخليه، انفصال داخلي. هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا. فهو حاسس انه لازم يتشافى ويطلع من المرحله اللي هو فيها. هو يمكن مبين لك خارجيا انه هو شجاع، الرجل المقدام او يعني الشخص المقدام، وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقه ويفل ويروح.
فأنت شايفه ظاهريا هيك، لكن هو بداخله متدمر. يعني هو حاسس بأنه مفتقدك بالفقدان، هو حاسس أنه جروحه عميقة بسبب هذا الانفصال. خلينا أشوف ليش السبب، اللي هو يمكن أنت حطيت له بلوك، احتمال يكون أن أنت أنهيت العلاقة في بلوك، يمكن أنتوا تعرفتوا على الإنترنت كمان برضو بتصير، احتمال أنه أنتوا تعرفتوا على الإنترنت أو أنت بتراقبوا على الإنترنت. احتمال كان للبعض منكم هذا الشخص متزوج بالسر أو طلب الزواج منكم بالسر للبعض منكم، واحتمال هذا الشخص إنه أخفى عليه عنكم إنه هو شخص مرتبط، عنده ارتباط آخر، زواج آخر، أو مرتبط في أسرته، أو في مصير علاقة هو مش عارف إيش هي العلاقة، يعني شو مصيرها. يعني مثلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو مصير هاي العلاقة، هو مخفيها عنكم. احتمال صار بعض الضلالية في هاي العلاقة، يعني في أشياء أنت ما عرفت عن هذا الشخص إلا مؤخرا، فعشان هيك أنت بدك تنهي ألم وتبلش حياة جديدة. لبعض منكم هذا الشخص زي أنا العلاقة معكم بشكل قاسي، ووعدكم مثلا بالزواج وأخلف هذا الوعد. هذا برج الحوت، هون عندنا برج القوس وبرج الثور وبرج العذراء. خلينا اشوف لكم في هون عند الكروت يساعدونا. بس هون بيحكوا لك يس this is your soulmate، يعني هذا الشخص رفيق روحك. فهذا الشخص يمكن هذا الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتوا الشخصين تحسوا بقيمة بعض. يعني اذا ما صارش انفصال في العلاقة وابتعدتوا عن بعض فترة مش راح تحسوا بقيمة بعض. البراءة، كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة؟ انت بتتقدم، انت روحانيتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم للأمام، انت حابب تطلع من كل الأوجاع. ان الشخص هذا شكله أتعبك، أتعبك كان أوف أون، يروح ويرجع يروح ويرجع، ويجي يحكي لك كلام سخيف ويروح، أو يجي يحكي لك انت السبب وانت كذا عملت وكذا وكذا ويروح فجأة، يجي فجأة ويروح فجأة. فهون بقول لك انت يعني هلا انت تقدم، انت هلا بستدعوا فيك للقيادة، انت لازم تصير قائد او انت قائد. بلشت انت تصير قائد، قائد لمشروع، قائد لأطفالك، قائد لأي شيء. طيب خلينا نشوف برضه عشان نخلص الكروت هذول ونكمل. برج الجوزاء، اوف طاقتكم عالية اليوم، كثير هيك كثير كثير هدول، مش رح نقدر ناخذهم. خلينا ناخذ من هون نشوف شو بيحكوا لك. الرحمة، رئيس الملائكة، خفف قلبك فيما يتعلق بهذا الموقف وجميع الأشخاص المعنيين بما في ذلك أنت. أنت شكلك حامل بقلبك وبتضل تنظر للموضوع، هم بيقولوا لك خفف عن قلبك، خفف حتى اللي بتحسهم إنه هم معنيين في الموضوع، أو في حدا مثلا في تدخل طرف، أو عندكم أنتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا في طلاق،
فهون بيقول لك خفف خفف عن نفسك، خفف عن المعنيين، يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم بيحسوا بتعبك ووجعك، لأن أكيد لما يشوفوك أنت موجوع وتعبان هم راح ينجوا معاك، فهم بيحكوا لك خفف. و أنت شكلك تعبان بس تخبى علينا، أو أنت بتحاول تكبر، أنت مكبر، أنت بتعمل شغلات شوي خارج عن مبادئ، مش مبادئك، إطار اعتقاداتك أنت. يعني أنت مثلا كانت عندك مثلا أنت محدد الأصدقاء عندك، أو يعني بؤرة الأصدقاء صغيرة عندك أنت بتوسعها، أو إطار الأصدقاء عندك أنت قاعد بتوسع، يعني مثلا بتزيد متابعينك على السوشيال، بتزيد في أصدقائك، فبتحاول إنه أنت تخفف وجعك بهي الأشياء، تحس بقيمة نفسك، وأنت قيم، أنت الورد، طاقة الورد، وأنا بقول لك أنت هلأ وقت التولي القيادة، بس أنت خفف عن نفسك، بس. طيب، هو كيف شايفك؟ هو شايفك إنك أنت مستقر مادياً، كمستقر عقلياً، أنت راكز، هو شايفك راكز جداً جداً، وهو معجب بشخصيتك هذا الشخص، وشايفك متواصل، شخص متواصل. وهو شافك في العلاقة، كان شافك انك انت بطيء نوعا ما اثناء العلاقة، وكان شافك انك انت بدك علاقة صادقة وثابتة، يعني علاقة زواج، علاقة ارتباط، انت شخص بتحبش اللعب مثلا. طبعا لو بعد انت كذا بحكي لي القراءة عكسية، فهي يا جماعة تقطع العكس، لان بتكون طاقته اكتر من طاقة هذا الشخص عندي على الطاولة. طيب، وهو شايف انك انت واثق الخطوة يمشي، وشايفك كمان ان انت اذا بتحدد هدف بتروح له، لكن بعقلانية. وهو شايفك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا، وشايفك نوعا ما انه انت لما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجئ بالقرار، انت بتكون ماخده ومخلص، بس انت بتيجي بتفاجئه فجأة بدون اي